أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجوم مباشر على إسرائيل من أراضيها. ووفقا للإذاعة، كانت التقديرات تشير إلى الضغوط الدولية قد قلصت خطط إيران للرد، ولكن التقديرات الجديدة تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم مشابه لذلك الذي نفذ في أبريل الماضي. ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن القرار النهائي لم يتخذ بعد وأنه لا يزال بيد المرشد علي خامنئي. كما تشير التقديرات إلى أن الهجوم المحتمل سيكون محدودا ولن يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة. تترقب إسرائيل ردا عسكريا من إيران لا تعرف كيف سيكون أو وقت تنفيذه. وفق تقييمات إسرائيلية، فإن إسرائيل تستعد لسيناريو يتضمن هجوما صاروخيا إيرانيا أكبر بكثير من الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي وجاء ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، إلا أن إيران تقول إن الهجوم سيكون جديدا ومفاجئا. إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الحليف الأبرز والداعم العسكري الأول لها أن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واسع النطاق. تتخذ واشنطن خطوات للتعامل مع تلك التهديدات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول طائرات F-22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. كما أمرت الولايات المتحدة بالإسراع في إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. أضف إلى ذلك أن البنتاغون قال إنه أرسل غواصة الصواريخ الموجهة جورجيا إلى منطقة القيادة الوسطى، علاوة على طرادات ومدمرات إضافية. وفي وقفتنا التحليلية أرحب بضيفي الكريمين، كل من السيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط، تحدثنا سيد ديفيد من واشنطن. أما من الناصرة فمعنا السيد محمد زيدان الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، فأهلا بكما. إذا نتجه إليك سيد ديفيد في البداية ونسأل، إلى أي مدى اقتربت المنطقة فعلا هذه المرة من ساعة الصفر للرد الإيراني وسط على الأقل ما يصلنا من مؤشرات؟ طبعا مساء بكم، مرحبا بك وبالمشاهدين وبالسيد الضيف. أظن أن هناك توافق عام مفاده أن إيران تتحضر وتتجهز بعد هذا الانتظار الطويل، وعلاوة على ذلك هناك انتظار لانتهاء الألعاب الأولمبية في باريس، ولكن يبدو أيضا أنها على شفير الاستجابة وردة الفعل، وذلك أيضا بالنظر بما يلي الولايات المتحدة الأمريكية وتحريك كل هذه القطع العسكرية في المنطقة من أجل تحضير هذه الردة لأي هجمة صاروخية أو بالمسيرة بما يشبه ما رأيناه في أبريل الماضي من هذه السنة. ولكن نحن نقترب شيئا فشيء من هذه الردة، وسنرى في حال كانت هذه الضربة منسقة مع حزب الله مثلا، وفي هذه الحالة قد يكون النطاق أوسع من ناحية التحديات أيضا ويقربنا ذلك من حرب. نعم، ما رأيك سيد محمد في السيناريوهات الأقرب إلى الرد الإيراني؟ ونحن نتساءل في كل مرة عن التوقيت، لكن هذه المرة حتى الجانب الإسرائيلي الذي تحدث عن استعداده التام للضربة، هل هو أقرب لسيناريو أبريل؟ أهلا بك وبضيفك الكريم. يعني الحقيقة هاجر في إسرائيل يتحدثون على أن الضربة هي مؤكدة، سيكون هناك رد إيراني، والقضية المركزية هي تتحدث حول أولا موضوع التوقيت متى سيكون ذلك، والقضية الأخرى هي حول الأهداف التي تستهدفها مثل هذه الضربة. كان هناك سيناريوهات تتحدث على أن إيران ستقوم بالرد بشكل متناغم ومتناسق مع حزب الله وبالتزامن، يعني سيكون هناك ضربة من إيران وضربة من لبنان، ثم تراجعت هذه التحليلات وقالوا بأنه البعد الجغرافي لإيران عن إسرائيل، يعني بأن حزب الله هو من سيبدأ ومن ثم تكمل إيران الضربة.
فيما يتعلق بمقارنة ما يحصل الآن مع ما حصل في أبريل، هناك شبه إجماع لدى المحللين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على أن هذه الضربة ستكون مختلفة، وعلى أن إيران ستختار ضربة بوزن يليق أو يتلائم مع الإهانة أو الضربة التي تلقتها باستهداف إسماعيل هنية الذي كان ضيفا على الدولة الرسمية وفي طهران في مكان إقامته الذي حددته الدولة. إيران، يعني في إسرائيل يقولون بأن إيران يعني تشعر بأن هذه الضربة وجهت لها ليس فقط لإسماعيل هنية، وبالتالي يعني ينتظرون ضربة أكبر وبطبيعة أكبر. كان هناك يعني نقاشات حول طبيعة الأهداف، هل سيكون هناك استهداف نعم، للمدن الكبرى الإسرائيلية، تل أفيف مثلا مقابل طهران؟ هل سيكون توجيه الضربات أكثر إلى مواقع عسكرية؟ هل ستستعمل الإمكانيات المتاحة لحزب الله لقرب الجغرافي لضربات يعني عميقة ومؤثرة ويعني تستهدف مواقع عسكرية، أم ستكون عامة؟ طبعا كل التحضيرات الدولية الآن تقول بأنه هناك ضربة، هذه الضربة قريبة من ناحية الزمن، الجميع ينتظر الوقت المحدد، وهناك يعني ترقب لطبيعة صحيح. ومدى وسع، مع نقطة يعني مثيرة بأن الجميع يتحدث على أن كافة الأطراف لا تريد لهذه الضربة أن تنزلق إلى حرب واسعة. نعم، وهذا ما انعكس من خلال الاتصالات الغربية بالجانب الإيراني وتبعناها طبعا وفي آخرها من الجانب البريطاني. على كل، بالحديث على وتر الوقت سيد ديفيد، ألا تعتقد أن تأخر نوعا ما، إذا أردنا وصف الرد بأنه تأخر حتى الآن، سمح بجانب للدبلوماسية، سمح بامتصاص نوعا ما ثقل هذا الرد؟ Yeah, I think this was part of what the نعم، West was أظن looking أن to do ذلك was كان جزءا either من deter المخطط or convince الغربي من أجل Iran ردع to إيران أو إقناع إيران على limit الأقل their nature of بحسبان their أو response. بالقيام Also بهذه الردع على طريقة signaling محسوبة sending وأيضا متناسبة، nuclear مع submarine أيضا aircraft to في Iran to weaken موازاة ذلك إرسال هذه القطع But النووية I do agree العسكرية with your إلى المنطقة. ولكن أنا أتفق مع enthusiasm. السيد I think الضيف من الناصرة، what is لأنه expected أظن is something أنه more. ما يتوقع What we اليوم saw in هو April أكثر مما رأيناه في while all أبريل there were الماضي 300 مع missiles, هذه الصواريخ drones. I الثلاثمائة think that والمسيرات أيضا it was آنذاك. largely أظن seen as أن performing ذلك اعتبر giving على أنه فقط 96 hours of صوري performance مع notice كل هذه to الفترة بالإبلاغ remediate, ب 96 to ساعة rearrange للمجتمع and الدولي من appropriate أجل تحضير response despite the massive التحصين أو response حتى الردة اللازمة والمناسبة. although there ولكن has been هذه some المرة أظن أنه warning, ولو كان هناك بعض I think الإنذارات Iran الأمنية، wants to do أظن أن something إيران more significant تود القيام on بأمر whether أكثر this is ثقلا targeting مع Armenia, whether استهداف it's targeting ربما الجيش Israeli missile الإسرائيلي defense أو حتى systems, بعض الأنظمة الإسرائيلية or للدفاع targeting الصاروخي civilians. I أو think في حال Iranians استهداف المدنيين. are أظن trying to أن in a إيران way اليوم تحاول have بطريقة veto أو on having a بأخرى أن significant response تهدد بهذه that does الضربة not الوخيمة initiate من what دون would have had a الانتقال regional إلى war هذا المستوى من الحرب with الإقليمية. a ولكن enormous من threat بعد like هذه voice strike الخسارة from Israel الكبيرة إن against الانتقام Iran, but سيأتي whether أيضا Hezbollah على المستوى themselves or الكبير whether الآن Putin, من خلال this حزب is an الله أو من open خلال أي question. من الأذرعة الأخرى. Yet هذه the أسئلة decline تطرح now اليوم، is ولكن providing أظن أن diplomatic الوقت diplomacy effort المعطى فتح towards الباب the للدبلوماسية. Iranian nuclear وسمعنا أيضا president ببعض التقارير advising من Khamenei that الرئيس the nuclear الإيراني الجديد وهذا نعم الإيعاز للقادة بعدم الذهاب نحو الحرب أو هذه الهجمة الواسعة النطاق. وأيضا سمعنا بعض الانتقادات للحكومة الإيرانية بمفاد ذلك، لماذا نحن فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين؟ وهذه أصوات بالغة الأهمية في إيران من خلال مثلا قائد الحرس الثوري أو حتى من القائد أو المرشد الأعلى. إذن حتى مع هذه الفترة المعطاة للدبلوماسية أنا لست متأكدا من أن ذلك سيؤثر بهذا الأثر الكبير على ردة الفعل الإيرانية من ناحية هذه الضربة. النقاط مهمة سيد ديفيد أشرت إليها، وأريد أن أشاركها معك سيد محمد. يعني إلى أي مدى أيضا ما يحدث في إيران داخليا، نتحدث عن
الجانب الدبلوماسي الإيراني، نحن نتحدث عن غياب شخصية مثل جواد ظريف الذي استقال، نتحدث عن ما وصل من تقارير بأن هناك خلاف أصلا داخلي حول رد إيراني على إسرائيل هذه المرة. يعني لا شك بأنه إيران تختلف في حساباتها عن حزب الله أو عن أنصار الله الحوثيين، يعني لأنه إيران هي دولة لديها حساباتها، إيران تخضع لعقوبات دولية ولديها كل ما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية والسياسية الداخلية. يعني لا ننسى بأنه الاغتيال أصلا جاء في نقطة حساسة بالنسبة لإيران، قضية انتقال السلطة، تغيير القيادات السياسية في إيران، وبالتالي يعني هذا التوقيت له أثر أيضا على القرار السياسي ومدى، يعني وهذا يعني أعتقد الموضوع الأهم ليس فقط في مدى وطبيعة الرد الإيراني، وإنما أيضا مدى وطبيعة الرد الإسرائيلي المحتمل على هذا الرد، وأعتقد بأن إيران لديها الكثير من الحسابات في هذا الشأن، علما بأنه في إسرائيل يعني ينظرون إلى الأمر من زاوية المصلحة بجر الولايات المتحدة الأمريكية للرد على إيران، وبالتالي أعتقد بأن إيران لديها الكثير من الحسابات المتعلقة بمصالحها الاستراتيجية. يعني أعتقد بأن إيران لن تأخذ الموضوع الفلسطيني كقضية مركزية فقط، وإنما لديها القضايا الداخلية والقضايا المرتبطة بمصالحها نعم، الاقتصادية، الحسابات المجمدة، العقوبات، الملف النووي، الحوار مع الغرب، الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، الموضوع الإقليمي، العلاقات مع روسيا، يعني هناك الكثير من الحسابات لتحسب حسابها، وهذه قضية واحدة من القضايا، علما بأنه يعني كما ذكرنا سالفا بأنه إيران سترد وترى بأنه عدم صحيح. الرد يفقدها الكثير من المصداقية للشعارات والمواقف التي طرحتها بكل ما يتعلق بعلاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة طيب، والقضية الفلسطينية. أيا كان الرد سيد ديفيد، كيف نتصور التعامل الأمريكي؟ وهنا ربما أعرج على نقطة أشرت إليها منذ قليل، الموازنة الأمريكية ما بين سلاح الدبلوماسية والسلاح العسكري. اليوم ترسل الولايات المتحدة غواصة نووية إلى المنطقة، فكيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة التي تريد إيصالها يعني الولايات المتحدة؟ يا إما نختار الدبلوماسية أو نختار الجانب العسكري، لأن الرسالة ربما تختلط. لا أظن أن الرسالة هي مختلطة من ناحية الإشارات، لأن هناك هذا الفهم السائد في واشنطن ومفاده أن اغتيال هانية في إيران على الأرض الإيرانية تحت حماية إيران في هذه المنطقة، هذا الأمر كان مخزيا بالنسبة للنظام، إذا سيكون هناك ردة فعل أو استجابة لهذا الفعل بالنظر أيضا إلى طبيعة هذه الاستجابة. إذا الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت هذه القطع وأيضا الغواصة النووية وحاملات الطائرات إلى المنطقة من أجل المحاولة وإرسال هذه الإشارات الرادعة، ولكن ليس ضد أي ردة فعل من إيران، ولكن من أجل قولبة وإيعاز إيران بحسن قولبة هذه الردة أو هذه الاستجابة بناء على هذه الحسابات والإشارات، أيضا من ناحية المستهدفات في إسرائيل، عدد المسيرات، عدد الصواريخ، أو هل سيكون هناك هذه المحاولة لإغراق الأجواء الإسرائيلية، هل سيتم استهداف المدنيين، هل سيتم استهداف مثلا وزارة الدفاع في تل أبيب. كل هذه أسئلة اليوم تعيدنا بالتفكير إلى هذه الخيارات المستفزة في نهاية المطاف، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن لا تود رؤية نفسها تتدخل بالشكل الإضافي في الشرق الأوسط قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع كل هذا التشتت عن الحرب بحد ذاتها أو حتى أيضا كل التحديات الاستراتيجية من ناحية
الصين وأيضا ما يجري في بحر الصين الجنوبي، حماية تايوان وإلى آخره. إذا مجددا الولايات المتحدة الأمريكية قد تفضل عدم استخدام هذه القطع المرسلة، ولكن تفضل التوصل إلى نوع من التوافق حيال ما يتعدى فقط هذا المشهد الذي رأيناه أو نراه اليوم مع هذا التدخل الأمريكي لو المحدود بالتوازي مع هذه الدفاعات والمساعدة على الدفاع من قبل إسرائيل في حال كان هناك أي هجمة صاروخية أو بالمسيرة ضدها. ولكن السيناريوهات قد تفلت من السيطرة مع هذا التقليد الإسرائيلي الذي اعتمد على إسرائيل فقط بنفسها من أجل الدفاع عن إسرائيل نفسها. إذن وهذا رأيناه في الماضي. نعم، حتى نوازن النقاش فيما تبقى لنا من الوقت، وختاما معك سيد محمد بالحديث عن الولايات المتحدة أيضا، إلى أي مدى أيضا الولايات المتحدة لا ترغب في الذهاب منفردة، وهذا يتضح من خلال يعني المحادثات ما بينها وبين الدول الأوروبية بشأن ما يحدث في إسرائيل. هل نتجه لنوع من التحالف الذي يمكن أن تشارك فيه أوروبا بالطريقة ذاتها التي تلعب بها الولايات المتحدة في المنطقة من أجل حماية إسرائيل؟ يعني أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى هي اللاعب المركزي. منذ بداية الحرب حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تجنيد التحالف الدولي لتلعب دور مركزي في كل ما يتعلق بالأحداث داخل البحر الأحمر وبحماية إسرائيل ومنع إطلاق الصواريخ من اليمن. وبالتالي أعتقد بأن إسرائيل الآن أو على الأقل في الجانب السياسي والعسكري يتحدثون بشكل واضح عن سيناريو مشابه من ناحية مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك تصريحات من بعض الدول مثل الأردن، السعودية، بأنها لن تسمح بمرور الصواريخ من أراضيها. وبالتالي يعني هذه الـ يعني هذا التحالف سيكون هو اللاعب المركزي، علما بأن بريطانيا أيضا متواجدة ولديها طائرات عسكرية في المنطقة. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب للرد على الضربة الإيرانية، هي متواجدة، وهذا يعني هذا التواجد العسكري الكبير لمنع التصعيد أولا ولمنع إصابة إسرائيل بضربة قوية، بمنع محاولة إسقاط الصواريخ، محاولة إعادة سيناريو الذي حصل في الضربة السابقة. ولكن لا أعتقد بأن الولايات المتحدة لديها مصلحة في الذهاب أيضا إلى توسيع الحرب. يعني الجميع يحاول اللعب على حافة الهاوية ومحاولة السيطرة على ارتفاع اللهب ومنع اندلاع حرب شاملة. ولذلك أنا أعتقد بأن هذا الأمر ينعكس أيضا في التحركات الدبلوماسية التي تحاول إرسال الرسائل إلى الأطراف أنه إذا لم يكن هناك بد من الضربة فلتكن ضربة محسوبة ومدروسة ونتائجها محدودة، لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى حرب شاملة أو حرب إقليمية واسعة. وصلت الفكرة سيد محمد زيدان الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك على مشاركتنا النقاش، وشكرا لك أيضا سيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن.